الأستاذ فالح حسن جمعة، معلم قديم في قرية كوتش وخدمة كار في لارش النوراني، ونيابة عني وعن كل أهلي في بعشيقة وبحزاني وعن خدمة كاري لارش النوراني أنقل تعازي كل إخواني الخدمة كارين وأهالي بعشيقة وبحزاني إلى أهلنا في شنقال لمواساتهم في هذا المصاب الأليم. نتمنى من الله أن تكون خاتمة أحزان على الإيزيديين وأن لا نشوف مكروه في المستقبل القريب. نحن الإيزيديين تعرضنا إلى الكثير من حملات الإبادة وحزننا يتجدد، واليوم نحن حضرنا إلى كوتش ومنطقة قني وأيضا منطقة حردان لاستقبال وفاة الشهداء 41 شهيد من شهداء 2014. طبعا دورنا كإيزيديين نحن يجب أن نقف مع بعض في السراء والضراء. وأنا سابقا في التسعينات القرن الماضي كنت معلم في كوتش ومعلم مدرسة حكومية وأيضا مدرسة دينية فتحت في هذه القرية لتعليم الدين، الأدعية الدينية وأيضا السبقات والنصائح الدينية. وواجب على كل يزيدي أن يقف مع أخيه اليزيدي في هذه الظروف وفي هذه المحنة. ونحن اليوم حضرنا إلى كوتش لتقديم التعازي إلى أهلنا في سنجار وفي قرية كوتش بالأخص. نتمنى من الله أن يرحم كل شهدائنا ويمنحهم فسيح جناته، ونتمنى مستقبل زاهر إلى الإيزيديين وأن تنتهي معاناة الإيزيديين في المستقبل القريب ونعيش بسلام في هذا البلد.